يسعد صباحكم من جديد. رح نبلش بالأخبار العالمية، وأول خبر معانا لليوم رح نشوف فيديو لطفل ردة فعله كانت لطيفة، برفض تماما ارتداء الكمامة. خلونا نشوف. رح نروح لخبرنا التالي ونشوف ثوران لبركان في جزيرة إسبانية، طبعا واقعة هي بالمحيط الأطلسي. سجل المعهد الجغرافي الإسباني وقوع نشاط زلزالي في المنطقة، سمح للسلطات بالقيام بعمليات الإجلاء زي ما احنا شايفين بالصورة. البركان كان جدا قوي. رح نروح لخبرنا التالي، والد فتاة رفع قضية على المس أو على المعلمة لأنها قصت شعر بنته بدون ما تاخذ اذنه. له حق صراحه يزعل، لانه شعرها جد كان حلو كثير، ما بعرف ليه قررت انه هي تقص شعر الطالب اللي عندها. نروح لخبرنا الاخير ونشوف فطيره ذهبيه بقيمه 2.5 مليون يورو. هيك بتكون خلصت أخباري العالمية لليوم.